هاي تعودت علي اكثر اعطيكم فيديو عن الرياضه بس الاغلبيه اللي بيعرفوني ام لايف كوتش ام مديتيشن تيشر وريكي هيلر تيتا هيلر صار لي اولموست 10 سنين واكثر. بيهمني نحكي عن الموضوع اللي نحن هلا عم نعيشه وورلد وايد يلي هو القعده بالبيت. اول شيء ما بدك تعتبروا حالكم مزروبين بالبيت، تقولوا نحن قاعدين بالبيت فور ريزن، نعتبر هاي القعده بالبيت لانه ممكن نفكر انه نحن عم يصير في هيلينج للعالم كله، طبقه الاوزون عم بتسكر، عم يكون في اقل اشياء موجوده من تلوث من اكس الى جدات. استفيدوا من قعده البيت، استفيدوا تتعرفوا على عائلتكم اكثر، استفيدوا تتعرفوا على جوزكم او مرتكم اكثر. بعرف في اجواء ستريس لانكم ما معودين على هذا النمط، معودين اكثر توعوا تروحوا على شغلكم، كل واحد يكون بعيد عن الثاني، تشتاقوا لبعض، ترجعوا الاولاد عم يضغطوا عليكم لانه ما عارفين شو يعملوا. انتوا واعيين، انتوا كبار، انتوا عشتوا طفوله حلوه. عاشوا الطفوله اللي انتوا عشتوها لاولادكم. يعني خلوا اولادكم تلعب اكس زيرو، تلعب انسان حيوان شيء، لعبوهم تليفون كاستي، ما تخلوهم كل الوقت على التلفزيون وعلى الجيمز على الاشياء هيك. انتوا قد ما فيكم ساعدوا اولادكم وساعدوا انتوا العائله انه ما ضلكم موترين او معصبين من الوضع. بعرف انه شيء لحاله سب كونشسلي بخليكم تكونوا هيك، بس انتوا خلقوا الفرح، انتوا خلقوا السعاده، انتوا خلقوا هذا البوزيتيف فايبز لانه انتوا بتخلقوها، ما بتجيكم من برا، ما تنطروها من حدا لا من الاخبار ولا من حدا. انتوا خلقوا هذا الفرح داخلي ويكون انتوا قادرين تعطوه لاولادكم وتعطوه بالبيت كله. بحبكم كثير ورح دائما اعطيكم فيديو زي هيك. Love you.